السائل بيقول قبل أيام هدمت السيول والأمطار قبة إسماعيل الولي، فما تعليقكم؟ المسألة دي أخواننا قضية كونه الأمطار ولا سيول ولا غيرها من الأسباب اللي جعل الله سبحانه وتعالى في الأرض تدمر أو تخرب، دي أشياء معلومة. يعني السيول والأمطار ربنا جعلها سبب ممكن تدمر جامع، ممكن تدمر الكعبة ذاتها، ما دي أسباب طبيعية، وربنا سبحانه وتعالى جعلها من الأشياء الكونية. متى ما الإنسان فرط ووضع نفسه أمام السيل، السيل بشيله. يعني هسه أنت لو جبت لك، خد بالك، لو جبت أنت مثلا عربية مليتها مصاحف، مصاحف المصحف الكريم، وخطيتها قدام السيل، السيل بشيله ولا ما بشيله؟ ولا بيجي السيل بلف منها بقول لك دي مصاحف؟ ما بلف منها، السيل بشيله، فهمت؟ ولذلك قبل زمان طويل جدا السيول أصابت الكعبة، البيت المكرم، وربنا سبحانه وتعالى قال إنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فأنت أفهم، السيل ممكن يشيل بيت، ممكن يشيل جامع، ممكن يشيل قبة، ممكن يشيل الكعبة المشرفة، دي أمور طبيعية. ونحن موضوعنا مع الصوفية مش نحن فرحانين عشان السيل جا شال القبة، يعني ما ممكن السيل يشيل بيتنا ويشيل جامعنا ذاته، ده ما موضوعنا معهم. موضوعنا نحن مع الصوفية إن هم بيعتقدوا القبة دي بتحميهم وبتحرسهم وفي البركة وعقيدتهم في القبة دي. فكلامنا لهم ما دام القبة ما قدرت تركز مع السيل، ما قدرت تحمي نفسها من السيل، كيف تحميك انت؟ ده كلامنا كله احنا هنا. عشان ما اجي صوفي سمعت رد لواحد دكتور قال في جامعة ام درمان الاسلامية، قال الوهابية فرحانين كونه القبة بتاعت اسماعيل الولي اتهدمت، والقبة بتاعت وين؟ تاني في واحدة في الشمال هي برضه هسه قريب ده قبل اظن يومين برضه اتهدمت. قال الوهابية فرحانين ونحن نقول لهم السيل ده قبل كده ما هدم الكعبة ذاتها والسيول ما عملت. لا لا ده ما موضوعنا معك احنا يا صوفي، انت قالنا احنا ما بنفهم ولا شنو؟ نحن عارفين السيل ممكن يعمل كده، لكن موضوعنا معك انه القبة بتاعتك اللي عقيدتك فيها دي محل عقيدتك انت ذاته. وقبل اليوم برعيك ما انشد في القصيدة بتاعته لما تقرا ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، تكلم عن اسماعيل الولي، قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قال لو في مشكلة في البلد قال تنادي ولي الله اسماعيل. هسه اقول لهم المشكلة ما في البلد، المشكلة في راس اسماعيل، فوق في راسه القبة دي انهدمت فوق له راسه، اسماعيل ده ما شغال ولا شنو؟ واحد فك لك أبا عشان تعرف انه ذات المجتمع ده شغال بالاشاعات والكذب الا من رحم الله. مجتمع ده كذبه واحده ممكن تعيشوا بها زمن زمن طويل جدا بكذبه بس. واحد قال لهم اسماعيل الولي ده طبعا شاف الفساد الحاصل في السودان وقال داير يرحل للمدينه المنوره، جر القبه بتاعته وخش بيته قال ما انا في المدينه بهناك. دل، معقول يا اخ؟ ده احنا دارنا نصدقها بالبساطه دي؟ وهو الفساد وينه ذاته؟ ويعني معقول 115 سنة ما في فساد في السودان إلا الليلة دي بس؟ أنت قاعد في السودان ده كيف؟ السودان ده فيه بلاوي من زمان بدري جدا. في ناس بينادوا غير الله دي بلوى. في بتاع بنجو قاعدين في البلد دي بلوى ثانية. في مصايب كثيرة جدا حاصلة في السودان. أنت يا إسماعيل الولي ما في شيء خلاك ترحل إلا هسه؟ عشان تعرف إنه ده في النهاية كله من الجهل. ونحن موضوعنا مع كله مش السيل هدمها ولا نحن جايين، احنا ما بنهدمها، ما عندنا معاه شغله، لانه ده شغل الحاكم، دي من الامور السلطانيه، احكام سلطانيه، قبه يهدموها بتهدم الحكومه. اما نحن بنتكلم بيقول لك القبه دي باطله، انت بانيها من الاول ليه ذاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال نهى رسول الله، موضوع منتهي، نهى
انت بتحب النبي وشغال بتمدح الليل والنهار وحبيبنا النبي ومنحب المصطفى وطيبة دار الصوفي وانا نيتي ليكي اطوفي وعاكستني ظروفي. البرنامج ده كله انت بتحب النبي. جابر رضي الله عنه قال لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الكلام انتهى خلاص، ان يبنى على القبر دي نمره واحد، وان يقعد عليه، ما تقعد فوق القبر حرام، قال وان يجصص ما تعمل له بياض، وفي روايه ان يكتب عليه، ما تكتب على القبر، يقول لك هذا قبر المرحوم الدكتور ما تعرف فلان الفلاني استشاري الباطنيه، باطنيه بتاع شنو؟ وراقد جوا ما في حاجه اسمها باطنيه معده. نهى قال ان يكتب على القبر، ما تكتب على اي حاجه، ونهى ان يجصص بياض ما في، ونهى ان يبنى عليه، ان يبنى عليه قبر النبي عليه الصلاه والسلام. لما انتقل الى الرفيق الاعلى عليه الصلاه والسلام كان قبره كما قال سفيان التمار في البخاري، قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مسنم يعني التراب المرقوا منه خطفوا وجعلوه على شكل السنام كده محدب، ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا بنى عليه الصحابة ولا التابعون، ما بنوا عليه. الأبنية دي جات في العصور المتأخرة، الأبنية الموجودة جات في العصور المتأخرة، وما كان جزءا من المسجد أبدا، ما كان جزء من المسجد، ولا أدخله الصحابة في المسجد أبدا. فهمت؟